السلام عليكم. لو كنت بتعاني من الشاشة الزرقاء ومشاكل الرامات، فالنهاردة هنتكلم عن برنامج مميز جدا متخصص في حل مشاكل الرامات، وهو ميموري تيست 68 برو، واللي هو من إنتاج شركة باس مارك، واللي ابتدى إنتاجه من سنة 94 حتى الآن. من مميزات البرنامج إنه بيعمل 13 اختبار خوارزمي على الرامات للتأكد من صحتها. كمان يستطيع مع التعامل مع كل أنواع الرامات، دي درام 2، دي درام 3، دي درام 4. كمان بيستطيع التعامل مع رامات اللابتوب او ما يسمى SODIMM، وكمان بيستطيع التعامل مع ECC ميموري، وهي الرامات اللي بتستطيع التعرف على تلف البيانات، وهي تستخدم في اجهزة كمبيوتر لا يمكن تحمل تلف البيانات فيها تحت اي ظرف مثل الاجهزة العلمية او المالية. كمان البرنامج بيستطيع التعامل مع الفلاشات واصلاحها واسترجاع المساحة المفقودة منها. كمان ممكن نعمل بوت للبرنامج من خلال USB أو من خلال النتورك. نيجي لطريقة عمل البرنامج. أول حاجة هو بيقوم بفحص الرامات عن طريق 13 اختبار اللي احنا قلنا عليهم. بعد كده بيقوم بتكوين فايل اسمه Windows Memory Bad List، واللي هو عبارة عن فايل في عناوين كل الرامات التالفة. بعد كده من خلال CMD تقدر تخلي الويندوز ما يتعاملش مع عناوين الرامات التالفة، وبالتالي تتفادى موضوع الشاشة الزرقاء أو التهنيك بالنسبة للجهاز. نيجي بعد كده ازاي ممكن نسطب البرنامج. البرنامج بيجي عبارة عن نسخة ايزو مع برنامج ان انت ممكن تحرقها على سي دي روم او USB زي ما نشوف دلوقتي، وهتلاقوا لينك تحميل البرنامج اسفل الفيديو. برنامج MGUSB هنعمل دبل كليك عليه. بعد كده يظهر معانا البرنامج، هو عبارة عن 3 خطوات. اول خطوة بتختار فيها USB، وانا هختار هنا كينجستون. تاني خطوة اختار الاجراء اللي انت هتعمله على USB ده، احنا هنسيبه زي ما هو، رايت ايمج تو USB درايف. بعد كده 3 خطوة هو بيحدد لك مكان الايزو اللي احنا هنسخه على الفلاشة، هو موجود مع الملف. بعد كده هندوس على رايت. لما ندوس على رايت هيدينا رسالة تحذيرية، هيقول لك ان انت عايز تعمل رايت على الفلاشة، موافق ولا لا؟ هندوس يس. بعد كده يظهر لك رسالة تحذيرية تانية، هيقول لك ان كل البيانات اللي على الفلاشة هيتم محوها، هل تريد الاستمرار؟ قول نعم. بعد كده نستنى شوية لغاية لما يتم حرق الايزو على الفلاشة، هو هياخد وقت شوية. بعد كده هديك رسالة ان احنا تم حرق الايمج بنجاح، هندوس اوكي ونعمل ريستارت للجهاز وندخل فلاشة. بعد كده نخش على البيوس ونتأكد ان البوت اوبشن معمول على يوفي. بعد كده نخش على البوت ميني ونختار الفلاشة كينجستون، وبياخد وقت شوية عبال ما يحمل. نستنى شوية.
بعد ما يحمل هيخش على الصفحة الرئيسية اللي فيها أول حاجة System Information اللي هي عبارة عن معلومات عن CPU والميموري. بعد كده Test Selection اللي هم 13 اختبار اللي بيعملهم على الرامات، ممكن تختار ان هو ينفذهم كلهم او بعضهم من خلال ان انت تتحرك بالاسهم وتدوس انتر عشان تفعل الاختبار ده او لا، بس احنا هنسيبهم زي ما هم عشان نعمل اختبارات كاملة على الرام. بعد كده ادريس رينج، لو عايز تحدد ادريس معين في الميموري يعمل له فحص، بس احنا مش هنحدد طبعا، احنا هنعمل الرام كلها. بعد كده سي بي يو سيليكشن، لو عندك اكتر من سي بي يو في الجهاز، بس احنا عندنا سي بي يو واحد هنا فمش هنختار حاجة. بعد كده ستارت تيست عشان نبتدي الاختبار، وبعد كده رام بنش مارك لو عايز تعمل بنش مارك للرام، وتحتيها طبعا السيتنجز، بس بالنسبة لنا في السيتنجز ما فيش غير اللغة اللي هي اللغة الإنجليزية. وآخر حاجة اللي هي اكزيت، طبعا احنا هنختار ستارت تيست عشان نبتدي الاختبار. لما ندوس عليها زي ما انتم شايفين اهو ابتدى يعمل الاختبار، هو هيطول شوية. عبال ما يفحص الرامات كلها بال13 اختبار، كده الحمد لله خلص الاختبار في حوالي ساعة و53 دقيقة، والحمد لله ما لقيش أي أخطاء. والشاشة التانية هو بيأكد لك إنه عمل ال13 اختبار وما لقيش أي أخطاء الحمد لله. طبعا اذا ليه اخطاء زي الشاشه اللي قدامنا واللي هي حوالي 27 خطا، ففي هذه الحاله احنا بنضيف ويندوز باد ميموري ليست من خلال سي ام دي للويندوز، بحيث ما يتعاملش مع البادز دي ويسبب لنا الشاشه الزرقاء من خلال امرين. الامر الاولاني بنقول له ان انت ما تعملش اكسس للباد ميموري دي. الامر الثاني بنحدد له ايه هي الباد ميموري اللي هو ما يعملهاش اكسس من خلال الويندوز باد ميموري ليست اللي هو عملها لنا البرنامج. وفي النهاية شكرا لكم على حسن المتابعة، ومتنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك وسبسكرايب للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.